اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره. استاذ احمد مجدي، ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن عامر؟ حبيبي كله تمام. استاذ محمد الباز، ازيك يا باز؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ كله كويس؟ كله كويس الحمد لله. خليني ابدا معاكم ورؤيه فنيه لمباراه يوم السبت ان شاء الله. يعني انا شايف رؤيه عامه طبعا الاول بالظبط. شايف يعني الاهلي مؤكد حقق نتيجه ايجابيه خارج الديار. يعني الناس احنا بنقول النتيجه فيها فخ وفيها مجهود هنبذله في العوده، لكن دعونا لا ننسى ان احنا لما بنتعادل 0-0 بره ارضنا دي بتبقى نتيجه ايجابيه. صحيح. ليه؟ لان انت لا تستقبل خارج ملعبك وبتلعب الماتش بتاع العوده على فرص الفوز من غير اي ضغوط بتاعه ان انت واخد جون في الذهاب مثلا، ولكن ده بيحط عليك مسؤوليه ان انت مطالب ان انت تحسم في وقت زي ما بيقول المثل العربي ايه، اذا هبت رياحك فاغتنمها. يعني انت محتاج ان انت بدري جدا ان انت تخلص تنقل السؤال لناحيه الترجي. الترجي يا كابتن داخل النهائي ذهاب وعوده بهدف واحد، الا يستقبل اهداف. ده السيناريو اللي في دماغ كاردوزو، ان هو عايز يلعب الماتشين بدون ما يستقبل هدف. والله جت واحده زي بتاعه بوشنيبه في ماتش سان داونز، تمام. جت واحده زي بتاعه يانساس، لا مش ممكن جت، لا مش بس بالصدفه، هو بيجي كل مره اخر 10 دقائق حتى عمل كده في رادس. بالفرقه كلها بتلعب بالراس الا اللي بيرفعه يانساس وحسام غشه، الفرقه كلها اطوال، فهو عنده استراتيجيه انه دايما يجيب جون. الجون ده اقصى طموحاته الهجوميه. وخلينا نقول الترجي لن يحرز في ايا كانت النتيجه ان شاء الله، بس هو لن يستهدف احراز اهداف في مصر، هو هيستهدف ان هو ما يقبلش اهداف في المقام الاول، يمتص الاهلي بكل الطرق. لكن لو شاف مساحات في خط دفاع الاهلي هيقول انا مش هجري، انا مش هلعب، لا هيلعب وهيلعب على فرصه. لكن ما هو بيستهدف ايه؟ هو بيستهدف 0-0 الذهاب، 0-0 عوده، ويكمل معاك اقصى درجه لحد البنالتيز. انت هدفك كاهلي مختلف، انت رايح تجيب جون في رادس او تجيب 2 في رادس او تخلص في رادس. احنا علشان الهدف ده مارسيل كولر تنازل عن جزء منه ببعض التاكتكس اللي ده النهائيات بتتلعب كده يا كابتن، مفيش اللي هو الحماس الجماهير. يبقى ما تنازلش عن، يعني فرض ارادته، فرض ارادته التكتيكيه هو عايز كده بالظبط. فرض ارادته تنازل دي، يبقى تنازل غصب عنه. لا مش غصب عنه، انت عندك برضه، لكن في بعض الحاجات يا كابتن خلينا نحط عليها السبوت، الترجي تفوق علينا فيها في ال 90 دقيقه. الا وهي مثلا الكرات الثانيه معظم الوقت، دي نقطة بقى النهائي بتاع القاهرة مهمة جدا. أهولو نقطة عادية، أهولو والشعلالي يا كابتن خدوا معظم الثنائيات. حسام توقة قبل ما يطلع كان واخد معظم الثنائيات، رودريجو ورودريجيز ويانساس كانوا متفوقين في الثنائيات، إلا الثنائيات اللي هي الخطيرة عشان بس نحط ندي لعيبة الأهلي. كان بول دي بتبقى الكرة الثانية اللي من بره، يعني هو ده بيديك فكرة يا كابتن عن الاستعداد الدائم للالتحام، عن الاهتمام بمهام مركزك. الكرة الثانية دي، فده اللي لعيبة الأهلي مطالبة بتحسينه، واللي مارسيل كولر مطالب بتحسينه في ماتش العودة، لأن أنا مش ما عنديش شك حتى في غياب علي معلول في ان احنا هنكون خطيرين جدا طول ال 90 دقيقة. طول ال 90 دقيقة هنعرف نوصل لمنطقة جزاء الترجي أكتر من مناسبة. الركة على عدد مرات الوصول، تقسيم الفرص دي الأهداف، توقيت الأهداف مهم جدا. لو جبنا أهداف يكون في أوقات، يعني ما نقعدش كتير نضيع عشان السؤال ما يطرحش علينا، هتجيب إمتى؟ ها؟ هو أنت هتجيب إمتى؟ الضغط يزيد عليك. 65 والراجل ما غيرش، 80 والراجل ما غيرش، هتجيب جون في الآخر ولا هو اللي هيجيب فيك؟ ما هو كده طلع بالماتش لبار الأمان، هيلعب على كورنر. التفاصيل دي يا كابتن هي اللي بتتلعب عليها النهائيات. صحيح. تفصيله زي مثلا ان محمد بركات مثلا في ذهاب النجم الساحلي ما لعبش العوده بسبب خطا تحكيمي، تفصيله زي دي قد كده مع تفصيله الطرد بتاعت عماد النحاس في العوده، التفصيلتين دول عملوا ماتش النجم الساحلي، ان انت كنت مهاجم وانت بتشكل خطوره دائمه. ماذا لو كل الفرص اللي اتسجلت في الشوط الاول بره بقى، احنا ما بنتكلمش في كل الفرص بتاعت ضربات الجزاء التي لم تحتسب وما الى ذلك، لكن في فرص في الشوط الاول لو جت جون كان عماد النحاس هيكون اهدى، وكان وما تحسش بغياب بركات في، لان هي دي التفاصيل اللي بتلعب عليها النهائيات، تفاصيل قد كده. فرنسا بتهاجم ايطاليا طول الوقت في كاس عالم 2006 لحد ما لعيب شتم زيدان، ماتيرازي شتم زيدان، سلام عليكم. تفصيله قد كده بسيطه لا يلام فيها زيدان عشان ما اكونش، لكن هي التفاصيل انها بتتلعب على كده يا كابتن، بتتلعب على تفاصيل صغيره. اللعيب اللي تجيله كوره في ال 18 خليه اكثر حسما، اكثر قدره. الثنائيات احنا في وقت طويل جدا يا كابتن طول الماتش اللي فات كانت لعيبه خط النص، ثلاثي خط النص الكوره بتقعد في رجله مده طويله، واحنا ما فيش مشكله ان احنا نقول امام محتاج ان هو المشي بالكوره يقل. انت لعيب موهوب، انت لعيب كوره في رجلك من احسن التمنيات اللي انا شفتها في حياتي في مصر،
وما فيش اي حد يقول كده، لكن النهائيات ما بنمشيش بيها بالكره كتير قوي، بالذات لو بلعب بره ارضي. هنا هيبقى معاك المساحه اكتر انك تستقبل الملعب في ال 20 متر وفي ال 25 متر وفي ال 30 متر. الترجي سايبينك انه يسيبك انت من نص ملعبك، عكس الماتش اللي فات هو عايز يخطف منك ويروح زياده عدديه لانه عايز جون، اخرته هيجيب جون. كل دي سيناريوهات لازما تبقى، انا متاكد ان في دماغ مارسيل كولر، ما احناش بننظر يعني لما بنتكلم في النقطه دي، لكن عدم استقبال اهداف طول ال 90 دقيقه ده خلاص المفروض الهدف الرئيسي للترجي في هذه المباراه. بالظبط يا كابتن. طيب. باز برضو اسمع وجهه نظرك العامه في هذه المباراه. يعني انا بشوف دايما ان كاردوزو بيلعب على ازاي يطبق فلسفه انشيلوتي، وده كلامه حتى في التصريح الاخير بعد المباراه، قال لك انشيلوتي دايما من المدربين اللي ما بيديش معلومات كتيره، وزي ما قال احمد بالظبط كده هو بيلعب على ان هو ما يستقبلش اهداف، يخطف هدف في وقت معين من المباراه يقتل بيه المباراه يحقق بيه فوز بالبطوله، وده اللي احنا شفناه في السيناريوهات كلها من 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 منذ تولي كاردوزو طبعا يعني تدريب الترجي. عايز يلعب على ايه؟ ان هو يقفل كل الخطوط، يضيق المساحات، ويلعب على الحاجات التفاصيل الصغيره جدا اللي ممكن يا كابتن اسلام تغير سيناريو المباراه، الكرات الثابته، العرضيات المتحركه باي فرصه من اتاحه وجود اي مساحه في الاظهره، اعتماده طبعا على بن علي او بن حميده ان كان هيشارك بشكل كبير يقال هشارك. فبالتالي انا بتكلم على بعض هيشارك هيلعب عنده مفاتيح، عنده لعيبه حسام توكا او اهولو، الناس اللي هي تقدر تقفل مساحات بشكل كويس جدا، ودي شفناها بالتزام بصير محترم وبصير محترم بصير ما بيعملش ثرو باسز اخطاء بالظبط، لا بينقل بيظبط رتم الملعب بشكل كبير. صحيح. فعندك اعمده او مفاتيح لعب بيقدر ان هو يستخدمها في الناحيه الدفاعيه حتى في الناحيه الهجوميه بشكل فيه توازن بشكل كبير جدا. فالمفاتيح اللعب ديت تقدر ان هي تساعده في تطبيق الفلسفه اللي هو بيلعب بيها. شفنا قدام صن داونز في الذهاب والعوده، شفنا امام اسيك، شفنا حتى مشواره عامل ازاي. ودايما يقال يا كابتن ان كاردوزو غير الفكر او الطريقه والاستراتيجيه التكتيكيه للترجي، على الرغم ان انا بشوف طبقا للنتائج والارقام ان هو ما غيرش كتير قوي في النتائج. يعني احنا لو شفنا نتائج وارقام الترجي قبل قدوم كاردوزو يا احمد مش هتلاقي في فرق كبير. وعندنا مع احترامي الترجي يعني فاهم حتى في بطوله افريقيا، يعني انت في الشامبيونز ليج افريقيا الحاليه احنا بنستعرض مع بعض الارقام يا كابتن اسلام. خلينا نقول ان احنا ده بشكل عام في المسابقات كلها قبل كاردوزو، هنمسك اخر 11 مباراه قبل قدوم، نتكلم في ال 11 مباراه دول بنتكلم فيه فوز. الترجي كان ماشي كويس، فاز في 7 مباريات، خسر مباراه واحده ودي مباراه الهلال اللي كانت في افريقيا 3-1، وتعادل في 3، احرز 16 هدف وعليه 5 اهداف. دي ال 11 مباراه قبل قدوم كاردوزو. طب اول ما استلم كاردوزو طبعا في يناير، واول طبعا مبارياته طبعا مع النجم بعد كده الهلال، اهو لعب 15 مباراه حتى الان، عنده 9 فوز وعنده خسارتين. خسارتين دول امتى؟ ده بعد عوده بقى الترجي للمشوار المحلي بن سليمان بالظبط، الملعب الرياضي. فعنده خسارتين وقع فيهم يا كابتن، لان هو في افريقيا بقى هنشوف ارقامه. انت عندك تعادل اهو في 4 مباريات، جاب 15 جون واستقبل 8 اهداف. فاحنا عايزين نقف عند النقطه ديت. يقول لك ان كاردوزو طور الفريق من الناحيه الدفاعيه، انا بشوف هو طوره من الناحيه الالتزام التكتيكي اكتر من ناحيه الارقام، لانك انت الارقام قبل كاردوزو غير بعد اول ما استلم. يعني بعد ما استلم الناحيه الهجوميه قريبه، 16 هدف 15 هدف. طيب استقبل 5 قبل كده، استقبل 8 مع كاردوزو في ال 15 مباراه الاخير. الثمانية دول طبعا في ثلاث خسائر عموما، او طبعا انا بتكلم على الثمانية، كان في خسارتين سوري، في خسارتين وفي عنده تعادلات. معظم مبارياته في التعادلات هتلاقيها 0-0، ولكن ده هو 0-0 لان هو بيقفل كويس جدا وبيلعب على زي ما بنقول على التفاصيل الصغيرة اللي عنده مفاتيح اللعب اللي قلنا عليها. فهتشوف بالارقام ان مفيش تطور او تطوير كبير جدا في 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 ارقام او نتائج الترجي، هي تقريبا يعني هو اعتقد تقريبا محمد اللي عمله شبه بعض. الراجل ده تطورا يعني هو الترجي في افريقيا بالظبط، يعني احنا نعرضها برضه يا احمد. انت عارف يعني عارف اللعيب التونسي بشكل عام، او لما تيجي تلعب لعيب التوانسه مع المدرب التونسي بيبقى عايز يكسب الفريق المصري اللي جاي، هو الراجل ده مش شغله القصه دي، هو عايز يطلع 0-0 من اسك، 0-0 من صن داونز، 1-0 من صن داونز. الاهلي ده بالنسبه له هيقعد يذاكره، ملوش دعوه بحساسيه الشمال افريقيا، يعني هو ملوش دعوه بالقصه دي،
وده لما يبقى في مدرب تقيل في شمال افريقيا بقلق منه في كده، ان هو ملوش دعوه بالضغط بتاع البلد بتاعته ولا حاجه، اي حد ملوش دعوه التاريخ اللي بين الاهلي والترجي ولا دعوه بالماتش ده، الماتش ده ايه اللي هيحصل؟ الفرقه دي اتقل مني بكتير ولا مش اتقل مني؟ اتقل مني عايز اطلع معاها 0-0. بس هو ذكي يا احمد ان هو فعلا دخل مع افريقيا. لكن مثلا كابتن نبيل معلول، متاسف لو بقطعك، كابتن نبيل معلول السنه اللي فاتت الفرقه كلها بتهاجم وما فيش حلول خالص، ما عرفتش تعمل هجمه علينا، وانت كل شويه انت احنا طالعين زعلانين ان الماتش خلص 3. انا فاكر ساعتها طلعنا كل الناس زعلانه، 3 ليه؟ يعني ايه 3؟ يعني ايه ماتش زي ده يطلع 3؟ ليه؟ لانه سايب الملعب، هو مضغوط هناك ما بيعملش كده. لا هو واحد زائد واحد يساوي 2. سان داونز ماليش دعوه، مش هعرف اهاجم على الفرقه دي، مش هعرف افتح خطوط مع سان داونز، هلعب على الجون الصغير ده، ماليش دعوه معلش بالمعز بن شريفيه ولا الاسامي بتاعتكم، انا الراجل ده عاجبني، امان الله ما مش ده كويس، اتفضل حضرتك العب، ما بيجيبش في وان، كل الناس القديمه تقعد، اتفضل حضرتك العب 0-0 على اي حد، مش مهم مين اسك اتقل مني ولا مش في مدرب تاني مثلا يقول لك لا الترجي ما يدافعش قدام اسك، لا يدافع قدام اسك، اسك بقاله قد ايه مراقب يدافع، هطلع 0-0 قدام اي حد، مش انا في النهائي دلوقتي، مش بلعب على بطوله. بالنسبه للبطوله التونسيه هو كمان نظام المجموعتين مديله افضليه انه خلاص هو حاسم اللقب تقريبا، فهو مش عايز، هو يعني هو بالنسبه له ادخل التاريخ منين؟ من افريقيا. صحيح، وده ارقامه فعلا بتثبت كده، يعني انت عارف ان هو كان مدرب طبعا ريو افي في البرتغالي، وعلى فكره هو وصل نهائي قبل كده قدام بورتو وخسر النهائي وما رضيش يستلم الميداليه، فهو عنده شويه نقدر نقول مش متمرس قوي في النهائيات الكبيره، ولكن هو جاي من نهائي فعلا اوروبي اهوت لنهائي افريقي، حتى ارقامه في افريقيا مع الترجي مختلفه شويه لانه فعلا من اول ما استلم الفريق في المشوار الافريقي لا خساره، يعني قلنا هو في عنده خسارتين الترجي في اخر يعني الدوري وفي الكاس، الدوري وفي الكاس، ولكن لا هو من مسك الفريق ما فيش خساره، في حتى عدم استقبال اهداف بشكل كبير جدا، عنده 12 كلين شيت حتى الان اهو في ده طبعا في افريقيا، شوف هم لعبوا 13 مباراه يا كابتن اسلام صح كده، مع المباراتين اللي هو التمهيدي الدول التمهيدي، فكان في 6 قبل، هو 7 مع كاردوزو، 2 فوز قبل كاردوس في 5، مع هو فاز في 5 مباريات وما خسرش ولا مباراه وتعادل في 2. الخمسه دول بقى منهم الاقصائيات، منهم الاقصائيات لان في الجوله الرابعه والخامسه تقريبا بعد ماتش الهلال، مظبوط، فكان طبعا مباريات اهم من نوك اوت، فاصعب من المباريات اللي هي السته السابقه، فعنده خساره واحده بتاعت الهلال ده قبل، طبعا قبل كاردوزو. هنتكلم برضو في الاهداف، شوف ما استقبلش ولا هدف في افريقيا، على العكس ان الترجي استقبل الثلاث اهداف اللي هم المتعارف عليهم، صح، فده ارقام، لا ارقام مميزه معاه اول ما استلم مع المشوار الافريقي، وده بياكد كلام مجدي دلوقتي ان هو بيتكلم ان هو ازاي يدخل للتاريخ وان هو يثبت نفسه من خلال افريقيا، ودي ارقامه بتقول كده على عكس المشوار المحلي وعدم تركيزه انه حسمها بشكل كبير يعني. فلا كاردوزو هو بيلجا للفكر الانشيلوتي ان هو قال لك حتى المان سيتي خلاص اقتحم بكل الاشكال وفي النهايه الواحد خلاص الفوز، هو دماغه رايحه لهذا الاتجاه يعني. صحيح، برضو جمهور النادي الاهلي شايف ايه اللي هيحصل يوم السبت، يعني ان هو هاجم زي ما تهاجم لكن الماتش ممكن في الاخر يخلص، هو مش شغله قوي القصه بتاعت المنافسه في افريقيا، هو يعني مش شغلان مين كسب مين كم مره، احنا بيشغلنا الكلام ده كناس منخرطين سواء متابع او مشجع، وهنفضل طول عمرنا هنا، هو الراجل مش شغله القصه دي، عشان كده الاجانب في افريقيا بيبقى متمرد ملوش دعوه هو بالقصه اللي حاصله بره دي كلها، بس شخصيه الفريق وشخصيه اللعيبه واندماجهم في التاريخ كله ده بيلعب دور كبير جدا طبعا. انت بتتكلم على الترجي، بنتكلم احنا على اخر 7 نسخ قبل النسخه الحاليه، لما بنقول ان الاهلي وصل في اخر 7 نسخ ل6 مرات فاينل، الترجي نفسه وصل لثلاث مرات برضه فاينل، الترجي خد مرتين بطل في 18 و19 وخسر فاينل امام الوداد، فعندك ثلاث متواجد يعني فريق لا قوي، انت الاهلي خد ثلاث بطولات او ثلاث مرات بطل في اخر 7 نسخ والترجي واخد مرتين بطل، الترجي عنده رقم قياسي، عنده 5 مرات بلا هزيمه محقق فيهم البطوله من اصل 4 القاب، فبنتكلم ان هو دي المره 9 في وجوده، فلا التاريخ ليه دور كبير جدا لان شخصيه اللعيبه بنتكلم في اخر 7 سنين او 6 سنين او 6 نسخ يعني بتدي قوه كبيره جدا للعيبه مع الجمهور، بتفرض شخصيتهم، لا متمرسين في التواجد، بس اللعيبه اللي هنا مش يعني اللعيبه اللي مع الترجي دلوقتي يمكن يكون فيهم بس الشعلالي بس من الناس الصف القديم، الشعلالي وشويه ناس في الدكه زي المعز بس الباقي، ومرياح ممكن شويه، نسيم مرياح شويه، توجايح ما حضرش افريقيا، توجايح حضر الجيل اللي بعده، لكن ما فيش حد تاني
من الجيل دوت، وده بيقلقني لانه مش بس يعني ده بيقول لك حاجه اكتر، انه هما بيصدقوا قوي في عقده الاهلي وبيصدقوا قوي في النوت ايه. لكن دول يعني انت تقصد ان دول مش هيبقوا عندهم نفس هو عنده ماتش. بالك انا واحد من الناس، انا لا انظر لمثل هذه الامور، انا انظر للتاريخ، ان انا اقعد اتفرج واقول الاهلي افضل الاهلي احسن، واي اعداد كده واي اعداد كده. بس هو الجيل اللي هو بعد 2012 بعد رادس، لا الجيل ده عنده مشكله كبيره مع الاهلي. مستحيل اي فرقه في الدنيا تروح تلعبها سبعه، لا تروح اخر 10 سنين انت رايح تلعبه سبعه مرات كسبه سته. انا بقول لك رايح له كسبه عنده. ما بيتغلبش في افريقيا كلها غير منك المكسب ده. فلا هي بتعمل شيء. لما بيبقى مع مدرب تونسي او مدرب معلش من الاخر خفيف، بيبقى النقطه ايه دي ضغطه فرقه مع، لكن لازم نكسبهم على الاقل. خلص هتقول له ايه؟ لازم ننهي العقده دي. لا ده ملوش دعوه. اللي فات ان هو مش في دماغه الكلام ولا حاجه. هو بيضغطك طول الوقت، اقوله ده بيباصي بالراحه خالص، ده ضد الترجي، ده ضد الشحنه اللي كانت بتحصل دايما. لا اقوله ده واقف بيباصي عادي. اللاعب الاوجبولو اللي نزل في الاخر النيجيري كويس على فكره، بيحط الكره في رجله. بيحط الكره في رجله والكلام ده. الترجي عايز يفرد ريد، الترجي واخد استحواذ عادي، واستحواذ مش سلبي طول الوقت. هو عايز يهاجمك بس مش عارف. هو مش عارف هو ضعيف. لا وهو ضعيف هجوميا. هو عنده مفاتيح كويسه، بس هو يعني عنده ساس اخطر واحد، واللي الكره في رجليه خطيره، لكن رودريجو يسهل السيطره عليه، بطيء. ايوه حسام الدين غشة يا فوق قوي يا تحت جدا. صح. هو قالوا ثلاث ماتش لا يا فوق قوي يعني الكره في رجليه يا سحر، تحس انه ساحر، تحس انه ما جاش. وده فدي النقط. هو فريق غير خطير هجوميا، وده باعترافهم هم يعني. ده مش ده تابع اي وسيله اعلام تونسيه. هم عارفين ان الترجي بيلعب في حدود الممكن، عارفين ان السكواد الاهلي اكبر. وانا لما الفريق بيدخل بالمنتاليتي دي انا بقلق يعني، او بحس انه تمام هذا فريق خطير، لانه عايز يلعب على امكانياته بس يا باز. والدليل هذا هو فريق خطير. هنكمل كلامنا وكيف يكون خطير وكيف يمكن ايقاف هذه الخطوره، لكن بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب التليفون جاهز يا شباب معانا صح؟ طيب من تونس دكتور جمال حجي مدرب ومحلل فني تونسي. دكتور جمال اهلا بيك طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير كابتن اسلام، تحيه ليك، تحيه لكل المتابعين والضيوف الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. لسه كنا بنتكلم عن عمق العلاقات المصريه التونسيه او الاهلاويه الترجويه، في دائما تظل هذه العلاقات علاقات محترمه، سواء في استقبال رائع ومحترم لبعثه النادي الاهلي في تونس او العكس في مصر. صحيح، احنا كاعلاميين وكرياضيين متابعين وصول بعث الترجي والاستقبال الراقي جدا الذي حظي به فريق الترجي، وهذا مش غريب على الاخوه في مصر وعلى فريق عريق وكبير جدا مثل الاهلي. وكما ذكرتم كابتن اسلام، العلاقات عريقه ووطيده جدا بين الترجي والاهلي وبين الشعبين الشقيقين المصري والتونسي. طيب دكتور جمال، مباراه مهمه، مباراه نهائيه. لسه كنت بتكلم مع ضيوفي على شكل الترجي في هذه المباراة وشكل النادي الأهلي في هذه المباراة. الكل راح أنه الترجي كان لا يريد إلا أن يخرج من المباراة الأولى وكمان المباراة الثانية بدون أهداف، يعني مش شاغل دماغه قوي أنه هو عايز يحرز أهداف. من وجهة نظرك هل ترى أن ده صحيح؟ هو اولا انا كنت متابعكم طبعا، وتحيه لضيوفك الكرام مره اخرى. هو في الحقيقه خلينا نتفق في شيء مهم جدا في ميدان التحليل كره القدم بصفه عامه، انه كل مباراه لها حقيقه، ما فيش تشابه. انا كنت تابع في الاخوه واخذوا كل المباريات للترجي. مباراه الاهلي في القاهره تختلف تماما على مباراه الاهلي في رادس، تختلف تماما على مباراه سان داونز في بريتوريا في تونس، مباراه اسيك، مباراه الهلال السوداني، هذا كله مختلف. كل مباراه لها حقيقه، لكن هذه الحقيقه
تستند الى مجالات مهمه جدا في كره القدم، مثلا الجانب الذهني. الضغط سيكون على الاهلي لانه يعني هو مطالب امام جماهيره ان يسرع في التسجيل في المباراه المنتظره، لانه كل ما تاخر الاهلي في التسجيل الضغط سيكون اكبر والترجي سياخذ الثقه اكثر. في الجانب البدني بعد الجانب الذهني، انا لاحظت في مباراه رادس تراجع كبير جدا في المستوى البدني، خاصه لامام عاشور، شحات، بيرسيتاو، وفي المقابل كان هناك حضور لرامي ربيعه وخاصه مروان عطيه. نفس الشيء الترجي تراجع على مستوى الشعلالي اللي غائب في الفتره الاخيره عن المباريات، ايضا حسام تقى اللي غادر المباراه، لكن هناك لاعبين مثل مرياح اهولو كانوا حاضرين جدا على المستوى البدني. اذا هناك حقائق مخالفة جدا وتكتيكات سوف تكون مخالفة سواء من جانب كولر أو من جانب كاردوزو. المباراة القاهرة عندها حقائق أخرى لم تكن مطروحة سابقا، لأنه كما ذكرت سابقا هناك خصوصية لكل مباراة. لكن المعروف أنه الترجي سيحاول إعادة سيناريوهات لكن ليس بنفس الآليات. مثلا سيناريو مباراة سان داونز العودة في بريتوريا هو اختيار التكتل الدفاعي واللعب على الهجمة المعاكسة، وهنا أذكر أن سان داونز قدم مباراة في أعلى مستوى سواء في رادس أو في بريتوريا، لكن هذا الفريق القوي لم يتمكن من التسجيل على الدفاع القوي بالنسبة للترجي. في المباراة الأخيرة ضد الأهلي، الأهلي سيطر في جل ردهات المباراة وكانت هناك أخطاء دفاعية كادت أن تكون قاتلة بالنسبة للترجي. هذاك علاش قلت أنا منذ البداية أنه كل مباراة لها حقيقة. حقيقة مباراة القاهرة أنه الأهلي كما ذكرنا سوف يحاول أن يسجل في أسرع وقت ليسيطر على المباراة وبلغة الكرة يقتل المباراة، والترجي سيحاول أن يكون هادئ ويمتص كما ذكرتم، كنت متابعكم كما ذكرتم، سيحاول أن يمتص القوة الهجومية للأهلي. لكن الآن حتى الأمور معناها الإحصائية اللي ذكرها الإخوة هي في الحقيقة صحيحة، أنه الترجي كان أكثر انتصار أو تفوق في الثنائيات، على الكرة الثانية كان الترجي أخذها، لكن المشكل مش أنك تفوز بالثنائيات أو بالكرات الثانية، هو المشكل أين يجب عليك أن تفوز بالثنائيات والكرات الثانية. احنا نقول زون دو ريكيبيراسيون، يعني منطقة استرجاع الكرة، منطقة الترانزيشن، هذوما لم يكونوا واضحين عند الترجي وكانوا متأخرين شوية وملتصقين قليلا بالدفاعات. نفس الشيء من جانب الأهلي، أنا لم أشاهد تنشيط هجومي واضح من قبل كولر، ثم حتى على مستوى التغييرات كولر أعتقد أنه قام بخطأ عندما أخرج إمام عاشور اللي كان من أبرز اللاعبين حسب رأيي أنا شخصي، رغم تراجعه في المستوى البدني، لكن هذا اللاعب كان له ثقل كبير جدا على دفاعات الترجي. طب هل كان دكتور جمال، هل كان مثلا كاردوزو موفق في إخراجه ليان ساس مثلا افضل لاعب في هذه او واحد من افضل اللاعبين في هذه المباراه بالنسبه للترجي؟ طبعا هو طبعا، لانه في الحقيقه كاردوزو مشكل هو الشغل الشاغل في الترجي هو العمق الهجومي. اليوم في الترجي ليس لنا مهاجم يحول انصاف الفرص الى اهداف. نعم. ليس لنا عمق على المستوى محور الدفاع، ثم انه لا ننسى، انا اعتبر انه مباراه رادس من ابرز اللاعبين في هذه المباراه من جانب الترجي والاهلي هما رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم اللي كانوا في مستوى عالي جدا وبذكاء كبير امتصوا الهجمات، لكن في المقابل كانوا في راحه، لانه كما قلت ما فيش عمق هجومي بالنسبه للترجي، لان الترجي قوته هو على الاروقه. يان ساس مشكلته الكبيرة، وهنا سوف أذكر معلومة مهمة جدا تدخل في الاحصائيات حتى بالنسبة لضيوف الكرام، هنا يان ساس يخير العودة إلى الخلف، يخير اللعب الفرجوي ولا يذهب مباشرة إلى البوكس مثلا. دونك في الأخير يان ساس ليس خطيرا على مدافعين في قيمة رامي ربيعة وفي قيمة محمد عبد المنعم. أنا أذكر هنا الإخوة في مصر وحتى الإخوة اللي يتابعونا في تونس، نذكر راهو القيمة التسويقية في
في ليان ساس ورودريجو رودريغيز ليست كبيره، كلاهما لا يتجاوز 700 الف يورو بالنسبه للاعبين. تمام. تعرف جيدا كابتن هشام انه اغلى لاعب هو اللاعب المحلي الدولي التونسي ياسين مرياح، تقريبا قيمه تسويقيه اكثر من 2 مليون يورو للاعب هذا. دونك انا نعتقد انه اللاعب ينساس واللاعب رودريغيز رغم القيمه الفنيه نتاعهم نجحوا في التسجيل الا ضد النوادي التونسيه، يعني في البطوله المحليه في الدوري المحلي التونسي، لكن لم نشاهدهم الى حد الان على المستوى الافريقي. والاخوان كانوا يتحدثوا على نسخه الترجي عند فاز على الاهلي في الشامبيونز ليج مع المدرب التونسي القدير معين الشعباني، وقتها كان هناك لاعبين من مستوى عالي جدا كما البدري وغيره والبلايلي اللاعب الجزائري. اليوم صحيح الترجي يفتقد، ولذلك كاردوزو يعي جيدا انه ما عندوش نجوم ينجموا يغيروا نتيجه مباراه، ولذلك فهو مركز جدا منذ قدومه الى حظير الترجي، مركز على اللعب الجماعي. وهنا مش نذكر بعض الارقام، في المباراه الثلاثه الاخيره الترجي قام ب 490 تمريره وب 58 هجمه خطيره، بينما الاهلي قام ب 430 تمريره و 52، تقريب الارقام متشابهه جدا. لكن الترجي في احدى مبارياته مع اساك ميموزا في رادس قام وصل الى سقف 700 تمريره، وصحيح كما ذكروا الاخيان ضيوفك الكرام انه راهو عدد التمريرات مش يكون له وزن ثقيل في المباراه نتاع القاهره. وكاردوزو نعيه جيدا هو من المدرسه البرتغاليه، ونعلم جدا ان المدرسه البرتغاليه تعتمد كثيرا على التمريرات القصيره والتدرج نحو الهجوم والصبر كثيرا في التمرير. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال على كل هذه المعلومات. الحقيقه وانا الحقيقه كنت دايما انا حابب الكلام اللي بيقوله دكتور جمال، او حابب اسمع الكلام اللي بيقوله دكتور جمال، لانه افتكرت دلوقتي واحنا بنسمع هذا الكلام موسيماني عندما كان مديرا فنيا لسان داونز، وفي احد المؤتمرات الصحفيه عندما سئل، هو طبعا اتكلم كلام هو صحيح وواقعي وحقيقي عن الارقام بتاع الماتش ده، عن الارقام بتاعه فاكر الماتش ده، قال ايه الاهلي اصله كبير واحنا هنتغلب واحنا كذا واحنا كذا. انا بشوف دكتور جمال هو بيتكلم رايح لهذا بينيم. حبيبي طبعا اشكرك جدا يا دكتور جمال، لكن يعني رايح لسكه ان طبعا احنا واقعيين جدا وعارفين ان كل اللي حضرتك بتقوله ده صحيح، ولكن في النهايه انا شايف يعني السكه دي سمعناها كتير وشفناها كتير. والسكه دي الحمد لله والشكر لله لعيبه النادي الاهلي عندهم القدره ان شاء الله ان شاء الله ان هم ينزلوا هذه المباراه ويعملوا حاجه مختلفه عن هذه الامور. متخيل كده طبعا جزء من كلامه عن ينساس سليم، هو ما بيدخلش البوكس كتير لكنه لاعب خطير. يظل لاعب خطير جدا بالزبط. يعني انا ما اتفقش مع ان هو لاعب لا خطوره له في تونس وفي افريقيا، بالعكس هو الخطوره كلها الافريقيه من ساس ومن كون رودريجيز محطه. صحيح. انا بشوف يعني خروج الترجي 0-0 من رادس، لان انا متابع الاعلام التونسي بشكل مش بطال بصفه شغلي، يعني غير الخطاب شويه ما بين خطاب شبيه باللي الدكتور شرفنا بيه دلوقتي وبين خطاب تاني راح لحته زاعقه جدا. يعني احد النجوم التوانسه القدامى قال والله العظيم سوف نفوز على الاهلي في القاهره. تمام، هو الكابتن ده في وقت من الاوقات توقع فوز الشارق، عدم فوز الشارقه الاماراتي قبل كده بلقب، وقال لو كده احلق شنبي وحلق شنبه، فاحنا يمكن يكون ده سبب ايجابي مثلا بشكل ما. فالخطاب الاعلامي كان قبل ماتش الترجي بتاع رادس اللي هناك كان مختلف تماما، كان عن انه الماتش لازم يطلع بهدوء، الاهلي فريق خطير، الاهلي فريق قوي. لكن انت دلوقتي ما بين انه فعلا ممكن يكون قلقان من عناصرك الهجوميه وقلقان من ان انت قادر تحسم النهايات، او ان هو بيحمس بس بيدي ثقه لفريقه، او انه بيحمس بشكل ممكن ما يكونش مفيد، فممكن يبقى اختلاف ماتش الذهاب والعوده بس في الخطاب الاعلامي هو طبعا اللي كل واحد له رؤيته. لا 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 طبعا نحترم بدايه كلام دكتور جمال، كل طبعاً واحد له رؤيته كل واحد بالزبط. له لكن في النهايه الحمد لله احنا يعني بنحب دايما نسمع كل لا 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 وعلى راسنا طبعا كلامه وكلامه كان مدعم بالارقام طبعا، لكن بس لما لما تفسر الرقم شويه احيانا انت بتجيبه مطرح ما انت حابب. يعني بالظبط كده، الرقم انت ممكن توديه زي ما انت عايز. كاردوزو
فاز على اسك وعلى سان داونز. كيف فاز على اسك وكيف فاز على سان داونز؟ بنفس الفكر اللي هو دايما بيحب بيفرضه كابتن اسلام في الملعب، ازاي ان انا اقفل خطوطي، بيعتمد على طبعا الكرات العرضيه سواء كان من المتحركه او الكرات الثابته. عنده اطوال، عنده رودريجو الراجل البرازيلي مع يانساس زي ما بنقول، هم مفاتيح اللعب عندهم. انا بس بتفق ان يانساس مهما كان جناح خطير وليه مساهمات كبيره، يعني هو في البطوله جاب 3 جوان لحد دلوقتي يانساس، بالظبط، واللامركزيه اللي دايما بيعملها مع رودريجوز بيقربهم بعض. بس انا بشوف ان دايما يانساس ما عندوش الفيجن، ما عندوش، ما يعملش السكاننج بشكل كويس جدا ان هو يوصل، وعايز الكره في رجله طول الوقت عشان بالظبط كي باسس عنده قليله، صناعه الفرص الكبيره المحققه دي مش موجود. انا عايز اقول ان هو فاز او الاول، طب هو تعادل على مع اسك في الذهاب وفي العوده 0-0، وان هو قدر ان هو يقفل الخطوط ويقرب المساحات باعتمادا طبعا على حسام توك اللي بيلعب دور كبير جدا مع اهوله في تقفيل الخطوط. لعيب ممتاز يعني لما خرج من الملعب في الماتش اللي فات ارتحت بصراحه. صحيح يعني انت عندك كمان السنتر باكس عندهم ياسين مرياح لا ياسين مرياح، ياسين مرياح جاب جونين يعني برضه ليه مساهمات تهديفيه. وكان الماتش اللي فات خطر، الكره اللي اتلعبت الخطر اللي لمست هنا رجعت بس ورا كان هيطولها. مظبوط اهو ياسين، انا بشوف ان ياسين مرياح عنده مساهمات يعني بس تهديفيه، قلبه قاعد أكتر. قوي يعني قلبه قاعد احيانا يعني اللي هو ياخد الكوره يعمل الحركات بقى فبتتخطف منه احيانا، فممكن يبقى في توجيهات من كولر انه الضغط العالي عليه من وسام اللي في مثل هذه المباريات يعني هيعمل الحاجه دي ممكن لانه خلي بالك هتبقى ما عندكش مساحه ان انت تعمل كده بالظبط، لانه الضغط هيبقى شرس جديد جدا من المفترض يعني حته ان هو بيسيب الاستحواذ ده يا كابتن، هو ما سابهاش الا تقريبا في ماتش سان داونز في العوده، عشان نقول بس ان هو لا وصل ل 75-72% استحواذ لسان داونز في الماتش العوده هناك في جنوب افريقيا، ولكن امام اسك لا كان في استحواذ الاهلي خد الاستحواذ قدام الاهلي في حتى في المباراتين قدام اسك، لا هو بيدافع بس هو فعلا بيدور الكوره فالناس دايما تقول لك لا هو بيسيب الاستحواذ، لا هو بيلعب على فكره تمريرات اهوله اهم دور في الموضوع ده. مشكله اهوله ومشكلتهم في التمريرات اللي هي الكاسره للخطوط ما تلاقيهاش كتير يعني ما عندهمش اللاعب يا كابتن اسلام اللي ينقل الفريق لقدام يعني ممكن اللي عنده الميزه دي بس بيعملها شويه يعني حسام الدين شويه لما بينزل ويعملها كده، ده اللي احنا شفناه امام اسك وشفناه امام سان داونز. بيفكرنا شويه بقى بالنهايتين بتوع 2018 امام الاهلي، هو عمل نفس الكلام جاب جول يعني الجول اللي جابه الشوط الاول فتح الماتش خلص بيه كده، حتى امام الوداد في 18-19 نفس الكلام، هو برضو جاب جون تعادل 1-1 هناك في المغرب في ماتش اتلغى الذهاب ماشي، في العوده 1-1 وخلص بينا. تحس ان هي فلسفه قديمه يعني برضو شخصيه هو جاي متكمل بيها. هيلعب ازاي؟ ناخد رايكم برضو عشان نخلص الحلقه، لانه هيلعب ازاي كاردوزو في مباراه القاهره؟ يعني قول لي هيلعب ايه وازاي، وهل هيقدر يقفل على مفاتيح لعب النادي الاهلي كيفما؟ لان هو اول سؤال لما اتسال او اول حاجه قالها بعد المؤتمر الصحفي بعد مباراه الذهاب قال ايه؟ انا طلعت بالتعادل وعارف انا هعمل ايه هناك. هايل صح، هو ده هعمل ايه هناك في القاهره يعني. هيلعب 4-3-2-1 يا كابتن، 4-3-2-1 الواحد ده والكره مع الاهلي عند قرب ال 18 الواحد ده بتاعه. قرب ال 18 بتاعه والكره معاه على دايره السنتر معظم الوقت، بس لو فتح الخطوط او خد مساحه او ضرب اوف سايد هيبقى في زياده عدديه في اوقات كتيره للفرقه دي، وعشان كده بقول لك الفرقه دي خطيره من حيث لا تبدو خطيره. ليه؟ ان هو يقدر ان هو يربكك قوي بوجوده كتير في نص ملعبه، لكنه لو خد المساحه هيهاجم بعدد كبير، لان هو انت هو مخليك بيقول لك تعالى بس مش هتبني اللعب، تعالى بس هدخل معاك ثنائيات جامده، تعالى بس هعمل معاك التحامات عنيفه، تعالى مفيش مشكله، بس هو عايز واحده بس اساس ده يجري من ورا الاوفسايد، هتبص لها نفسك يا اساس مع واحد يا اساس مع اثنين يا اثنين معاه، يعني هتلاقي في وضعيات خطيره. لكن البلوك كله هيبقى 4-3-2-1، انا متخيل الخطه تبقى بالشكل ده. هيبقى طبعا ماميش وبن علي وبن حميده اللي طبعا في مراوغات على اصابته وهيلعب، وبن حميد بن حميده من اللعيبه اللي بتسيب مساحات ورا كتيره جدا، هو محمي على فكره، لان بس خلي بالك في الماتشات دي برضه بيبقى اقل. صحيح، وده اللي حصل في الذهاب. الماتش بتاع السنه اللي فاتت كان كارثي يعني، بن حميده ورا يعني فيرست كان عنده هناك وما كانش بيدافع معاه بالوينج الغشه، الاجانب ما عندهمش وينج بيفضل يهاجم. صحيح. الوينج بيدافع على الخط، لازم يدافع. غشه هيعمل ده، غشه هيبقى بيعمل النقطه دي. قلبين الدفاع مرياح طبعا وتوجاي، بن علي وبن حميده الظاهرين،
اهولو شعلالي حسام طوقة هياخد ال 90 دقيقه مش هيريح دقيقه مؤكد. الماتش ده محتاج طوقة بالنسبه له. وقدام غشة رودريجو ساس هي التشكيله اللي هيبدا بيها مفيهاش كلام. لا 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 انا بختلف شويه مع احمد او بكون عكس احمد شويه في حته ان مارسيل كولر اربك افكار كاردوزو. بمعنى ان انا اعتقد ان كاردوزو هيلعب برد فعل لان كلنا ثقه ان مارسيل كولر هينزل ضغط العالي الشرس القوي لان الفريق ده فعلا عنده اخطاء كتيره جدا تحت الضغط العالي وخاصه في نص ملعبه وفريقه بيمسك. بس هو مش هياخد الكره في رجله كتير هي دي. لا يعني انا متخيل ان هو مش هيعوز يبني بالشكل اللي يخليك الترجي مش هيعوز يبني لعب بالشكل انت هتكون الكره في رجلك وقت طويل قوي في الماتش ده لانك انت دلوقتي احنا خلاص ده كنا داخلين ماتش الذهاب بتوقع كبير جدا ان بين حميده وبين علي عندهم الزياده وبيطيروا والاظهره فيها لا ما شفناش الكلام ده صح في الذهاب فبدا في تغطيه ورا بشكل كبير جدا وتقريب المساحات والدور اللي لعبه حسام توكا بشكل كبير وشعلاني. علشان كده يا كابتن انا شايف ان كولر مش هيديله الفرصه ان هو اصلا يفكر هو هيبقى رد فعل ان هو هيشوف الضغط العالي بتاع الاهلي ويبدا ان هو يشتغل عليها. عنده مشكله في ان هو في الاندفاع الهجومي لما في حاله حياسه الكوره ما عندوش الوقت ان هو اصلا او الرفاهيه ان هو يعمل بيلد اب بشكل بكام باص هو واحده اثنين وبيحاول ينقل بيزيدوا مشكلتهم في نقاط الضعف اللي دايما شفناها في المباريات حتى في على الصعيد المحلي بيزيدوا مع بعض 3 4 في نفس زي بلوك كده مره واحده. اللي قال عليها مجدي ان هي خطر خطر جدا الجزء الخطر فيهم بالظبط هو نقطه قوه ونقطه ضعف ما انت في حاله بالظبط لو رحت في حاله هناك في المكان اللي طالع منه الاهلي بقى بيمتاز هنا بالكاونتر بريسنج الفتره الاخيره بنشوف ان هو استعاده الكوره بشكل سريع جدا بالضغط العالي الشرس شفنا اكرم في معظم المباريات الاخيره كان بيستخرج ومروان طبعا استعاده الكره البور ريكفري بشكل عالي جدا فانت بيبقى عندك 3 4 لعيبه من الترجي بيندفع بالشكل ده كابتن فاكيد انت مع التحولات السريعه هنلعب دور كبير. التحولات السريعه شفناها في ماتش الذهاب من النادي الاهلي ولكن للادوار اللي كان مطالب بها طبعا حسين الشحات بيرجع كباك او حتى تاو ما شفناهوش بيزيد كبير جدا بشكل كبير جدا وبالتالي كان عندنا فرص اكبر فانا بشوف لا ان كاردوزو هيلعب يعني بشكل في تحفظ بشكل كبير جدا هيبقى رد فعل ويشوف بقى سيناريو المباراه هتمشي ازاي لان مارسيل كولر افرض ده عليه من دلوقتي هو مش عارف هيعملها ازاي كل اللي هيقدر يعمله ان هو يقفل المساحات بالطريقه اللي لعب بها امام اسك وامام صن داونز ولكن الاهلي لا الاهلي عارف ان هو هيقفل على مفاتيح لعبه بالشكل اللي اتشرح دوت وايه انا شايف ان الفرص الاهلي اكبر بالضغط العالي من اول ولعب الهجومي بشكل كبير من بدايه المباراه. الماتش عايز الماتش ده عايز جون بدري الماتش ده كله عايز جون في اول ربع ساعه هينقل السؤال عند الترجي يعني هيخليه هو بقى يلعب ماتش هو مش جاي مرتب له يعني هو مرتب لماتش طبعا يبقى انت غيرت له كل غيرت له الدنيا كلها فهتلاقي وهو غير قادر على يعني ماشي بالظبط انا شايف كده اه شايف انه او ما نسبه قدرته قليله يعني يقدر يعمل كل الفرق محترمه وتعرف تعمل ده لكنه لا على ارضه لم يظهر ما يجعلنا نخاف من النقطه دي تحديدا لكن في اشياء كتيره في الفرقه تخوف لكن كره القدم ما تمتلكش طبعا حسابات. طيب سريعا جدا بقى التشكيل من وجهه نظرك الاهلي انا يعني الراجل ده في الماتشات المفصليه يصعب توقع تشكيله لانه احيانا بيقوم حاطط حته يعني وجهة انا نظرك. وجهه نظر انا مصطفى شوبير زي ما هو يعني كريم التشكيله اللي حصلت بعد غياب معلول اوكي بالظبط يا بيز نفس الكلام انا بشوف ان مش عارفين لسه موضوع الباك الشمال هيكون بشكل عامل ازاي فممكن يكون في الاغلب كريم لان كوكا وموضوع الاصابه اعتقد ان البدايه زي ما هي نص الملعب زي ما هو ما فيهوش اي اختلاف كبير عليه الا ممكن يكون في الادوار التكتيكيه تبقى مختلفه شويه لامام عاشور شفنا التحفز اللي هو الناحيه الدفاعيه بشكل اكبر في مباراه الذهاب في مباراه العوده لا انا اعتقد هيكون عنده حريه اكتر ان هو يبقى فيه زياده اكتر وفي يعني عمل خلق زياده عدديه قدام خاصه ناحيه الشمال مع طبعا مع حسين الشحات لان الحته ديت مع غياب علي معلول هيكون ليه امام دور كبير فيها يعني غير كده هيبقى فيه التزام تكتيكي لهاني زي ما شفناه في المباراه السابقه حتى كريم لو هيلعب هيبقى برده فيه التزام مروان هيبقى فيه التزام نفس الكلام الحريه ممكن تبقى اكتر لبيرستاو وتحركات الكبيره اللي احنا بنشوفها لوسام يعني الراجل اللي بينزل بيعمل طبعا شكل الضغط اللي بيعمله هايل طبعا انا اعتقد هو هيربك حساباته الاختلاف اللي شويه ممكن اتوقع ممكن يبدا بكهربا
يعني ده برضو ممكن يكون ليه دور، لان برضو كهربا في البدايات واللاعب برضو بيتحرك كتير، لاعب مشاكس، هيعرف يلعب ازاي مع الكالتشر بتاع شمال افريقيا ده؟ برضو عايز شويه ناس عندها خبره في التعامل اكتر من وسام، او وسام لاعب يعني مش عايز اقول متكامل 100% في كراس حربه، بيقوم بادواره بشكل كويس جدا، ولكن الاختلاف على التشكيله كابتن اسلام ممكن تكون بوجود كهربا مكان وسام. ده من وجهه نظري. قفشه احمد عبد القادر اسمين مهمين جدا في الماتش ده طبعا، مهمين جدا الاثنين، وحابب ان هم يكونوا موجودين على الدكه عشان لا تكشف اوراقك كلها كامله مره واحده. وكريم فؤاد لو بدا باك ليفت، وهو ده بنسبه 90% يعني من المعسكر، كريم فؤاد ليه دور هجومي الراجل عايزه منه في الماتش ده، وممكن يبقى فعلا مؤثر، لان انت عارف انت عمال تهول قوي عندهم في قصه معلول لدرجه انه ايه، طب ما اتصاب اهو الجبهه دي نامت، مستحيل كولر يسيب عامل نفسي زي دوت، صحيح هيخلي الباك الشمال ده ياكل في نفسه علشان يجيب، فممكن يبقى كريم فؤاد لو اساسي. هتكون هي المفاجاه في الباك الشمال ان شاء الله باذن الله. هنشوف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه. انا بشكرك جدا يا مجدي. تسلم يا كابتن. تسلم يا كابتن. شكرا جزيلا يا بيز على وجودك. شكرا يا كابتن اسلام. كل التوفيق للنادي الاهلي يا رب. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. زي ما حضراتكم عارفين هذه هي حلقه نهايه الاسبوع، خميس جمعه سبت ما بيبقاش موجود مع حضراتكم، ان شاء الله يوم الاحد يا رب محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل يوم السبت، كلنا قلق، كلنا مسانده، كلنا دعم في ظهر فريقنا. إن شاء الله الأيام القادمة كلنا هنقف خلف الفريق. أي 11 احنا عمالين نتكلم من الصبح مين ده يلعب وده كذا وده كذا، في النهاية أعتقد إن أي 11 هيلعبوا إن شاء الله كل جمهور النادي الأهلي اللي في الاستاد واللي بره الاستاد كمان، كل جمهور النادي الأهلي اللي هيتفرج على هذه المباراة هيساند ويدعم ال 11 اللي هيلعبوا والخمسة اللي هينزلوا إن شاء الله إذا كان ليهم فرصة إن شاء الله في الشوط الثاني. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي، ويا رب يا رب دائما نفرح ونتبسط يوم السبت. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله يوم الأحد حلقة يا رب يكون فيها حلقة جميلة يوم الأحد القادم إن شاء الله. أشكركم وأشوفكم على خير.